السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخي الغالي، الله اتفضل. وعمر الله يبارك الناس فيك. يرفع قدرك ويعلي ذكرك إن شاء الله عنده. ولك بمثل. تفضل. والله إنه كلام جميل وصوت رائع من الأخ المربي الشيخ مصطفى العدوي، الله يغفر لي لنا الشرف ولك. التحدث والتكلم معك إن شاء الله. الله يغفر لنا ولكم. من الشيخ خالد ولا من؟ اللهم آمين يا رب العالمين، من أخي؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. وعليكم على المسلمين. من أخي؟ عندي سؤال، الحمد لله رب العالمين، الشكوى لغير الله مذلة، ولكن عندي مرض، والمرض يمنعني من أن أصلي الفجر، وللأسف أتى رمضان ولازلت في نفس يعني حالتي، لم تتحسن إلى الأفضل، صداع ومرض يعني يشبه الشقيقة ولكن أصعب منها، وجدا يعني زعلان وماخذ على خاطر أنني لا أستطيع أن أقوم على الفجر، وأيضا الآن رمضان ولكن لا أستطيع، أنت تعرف أعرف أن الحل، أنت تعرف أحاول أن أخذ الأدوية وأخذ الأدوية ولكن لا يوجد أي تحسن. تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث في البخاري لكن انتقد، ولكن لفظة إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لها جملة من الشواهد الكثيرة. وقد قال أكيد الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا عندما عاد من غزوة تبوك، ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. صحيح، تفضل. يعني يعني بارك الله فيك شيخ، مأجور إن شاء والله الله، العظيم مأجور إن شاء الله، مأجور إن شاء الله. يعني المرض أنا أريد أن أفعل الخيرات وأفعل من الطاعات، ولكن المرض يمنعني، ربنا كريم، ربنا اللهم رب الناس المرء مع أذهب من عنه، أحب. ادعي لي يا شيخ أن ربنا يشفي كل الله مريض مسلم يكرمك، إن شاء الله، الله يبارك مؤمن فيك وموحد، يا رب. آمين وربنا يزيل عنا هذا المرض يا رب، عنا وعنك وعن المسلمين ويعيد لنا الصحة جميعا والعافية، يا رب. وأسأل الله العظيم أن يرفع قدرك وشأنك وأن يحفظك إن شاء الله لنا ذخرا ولك بمثل. عالما ما شاء الله الله عليك، يغفر يعني لنا ويحفظ ولك، علمك إن شاء الله. الله يغفر لنا ولك. تفضل. سامحني. أعطيك